إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت من أكل الصدقة، فما حدود الصدقة التي لا يأخذها آل البيت؟ وهل الماء الذي يوزع في المساجد نتيجة للتبرع يعتبر صدقة؟ الناس ثلاثة كما قال أهل العلم. هناك عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم آل البيت، ثم بقية الناس. يعني خلنا على الأقل في زمننا هذا الرسول وآل البيت وبقية الناس، يعني أحوالهم مع الصدقة. الزكاة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل البيت. الزكاة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل البيت، وذلك يعني تطهيرا لهم، لأن الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس. وقال للحسن لما أخذ من تمر الصدقة: كخ كخ، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فبين العلة التي من أجلها منعه من أخذ هذه الصدقة أنها أوساخ الناس. فأراد الله جل وعلا أن يكرم هذه الأسرة التي يعني هي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن الله أن يكرمهم، فحرم عليهم الزكاة التي هي أوساخ الناس، كما قال الله تبارك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وذاك المال إذا لم تخرج منه الصدقة يكون إيش؟ يكون متسخا، يكون قذرا هذا المال. فإذا أخرجت منه الزكاة طهرة هذا المال. فالله أكرم هذه الأسرة فقال: أنتم لا يليق بكم، لأن هذا الرجل خرج منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليق بكم أن تأخذوا من الزكاة. فهذا الأمر متفق عليه، وهي أن الزكاة محرمة على هؤلاء آل البيت، مع الخلاف في تفسير منهم آل البيت، هذا موضوع ثاني. النوع الثاني الصدقة، أيضا باتفاق أهل العلم أن الصدقة محرمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل سلمان إلى المدينة بحثا عن الدين الصحيح، قيل له إن من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. فأراد سلمان أن يتأكد هل هذا هو النبي أو لا، فجاء إليه في مجلسه وقدم له طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعالوا فكلوا، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: هذه واحدة، يعني لا يأكل الصدقة. ثم جاء من الغد، أو عفوا يعني بعد فترة جاء وقدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قال: هدية. فأكل منه النبي ودعا أصحابه ليأكله، فقال: هذه الثانية. فالنبي يأكل هدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة محرم على النبي وعلى آل بيته، الصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا توقف أهل العلم. طيب، آل بيته هل تحرم عليهم الصدقة كما تحرم عليهم الزكاة ولا لا؟ فأهل العلم على قولين، والصحيح والعلم عند الله تبارك أنها لا تحرم عليهم الصدقة، لأنها ليست أوساخ الناس، وإنما حرمت عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، أما الصدقة فليست أوساخ الناس. فالصحيح أنها لا تحرم عليهم الصدقة، هذا إذا اتفقنا أن الماء الذي يوضع في المسجد على سبيل الصدقة. أما إذا كان يوضع في الماء على سبيل الهدية فإنها حتى تحل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المياه، لأن النبي يأكل الهدية صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أهل البيت الصحيح أنه لا تحرم عليهم الصدقة، وإنما تحرم عليهم الزكاة. النوع الثالث وهم بقية الناس، تحل لهم الزكاة والصدقة والهدية وغير ذلك. نعم.